هذا مطعم قريب من تراضي، اعتقد من سماشينج او حاجه زي كذا. يعني جميع الجلسات اللي انتم شايفين انها الشلالات تصب مقابل لجميع الجلسات. تقول لك الشلالات من اول مطعم لاخر، وهذه الطاولات على امتداد المطعم. وفي جلسات جلسات يمين وشمال كبري، وهذه هنا جلسات كمان اللي يبغى. الشلالات من كل مكان تجي تمشي، يعني الصراحة مطعم يستاهل الزيارة، وأنصح اللي بيزوره يحتاج يجي من بعد الظهر لأن الوقت ما يسعف. من كل مكان تجري المويه.